وللمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. نجاح الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين بقطاع غزة، ما هي الرسائل التي تريد مصر إيصالها عبر هذا النوع من الجهود الدبلوماسية بالمنطقة؟ إن مصر هتفضل هي الراعي الأساسي وعندها تقدير الموقف السليم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإن المساعدات وإن مصر في البداية قبل المساعدات هي جهدها ودورها هو المؤشر الحاكم في ضبط أي سيناريو أو أي مسار محتمل في قادم الأيام، سواء كان السيناريو ده اجتياح بري، وقف إطلاق نار، الوصول إلى هدنة إنسانية، أيا ما يكن هذا السيناريو، أو حتى لا قدر الله أزمة إقليمية متفلتة يعني. أيا ما يكن هذا السيناريو هنلاقي مصر دورها وجهودها هو المؤشر الحاكم في قياس وضبط هذه السيناريوهات. النقطة الثالثة المساعدات، مصر كانت بتراهن على إن هي تبقى نقطة التقاء والنقطة المركزية لأي مساعدات إنسانية بتقدم للشعب الفلسطيني. كانت مصر حريصة جدا إن المساعدات دي تبقى رابطة وراء معبر رفح المصري. نعم. بحيث انه الرهان اثناء تقديم هذه المساعدات يبدا يبقى فيه مساومات مصريه لضبط ايقاع المشهد الامني المتصاعد في قطاع غزه، وده اللي احنا شايفينه دلوقتي، هو ده اللي بيفسر ليه اسرائيل وحماس وافقوا تحت وساطه مصريه ان يبقى فيه تبادل اسرى بهذا الشكل، او عفوا انه يبقى فيه تقديم اسرى في مقابل الحصول على مساعدات، انه الاثنين الطرفين شايفين ان في مؤشر حاكم هو اللي بيضبط ايقاع هذا المشهد. ايه هو المؤشر ده؟ مؤشر المساعدات، وهو ده الهدف التكتيك اللي كانت مصر عايزه توصل له من اول يوم في اندلاع الازمه، ان مصر تضمن ان مفيش قافله مساعدات واحده تدخل قطاع غزه الا من خلال مصر. ليه؟ علشان يبقى هو الحاكم في هذه في مسارات الازمه، لان مصر هي اللي عندها تقدير الموقف السليم. وبالمناسبه الشعوب العربيه كلها ارتضت إن مصر هي اللي تبقى المايسترو بتاع القصة دي كلها. صحيح. لأن عندها التشابكات اللي مع إسرائيل والتشابكات اللي مع حماس، وفاهمة كويس جدا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عايز إيه، موجود فين، المراكز الإيواء دي هيوصل لها حجم مساعدات قد إيه. فالمسألة الحمد لله يعني زي ما إحنا شايفين دلوقتي في إطلاق حماس الرهائي. النقطة الأخيرة في الجزء المتعلق بإطلاق سراح المحتجزتين الإسرائيليتين، مصر كان عندها تقدير الموقف فيما يتعلق إن الطرفين إسرائيل وحماس مش عارفين الخطوة اللي جاية فيها إيه. يعني لا إسرائيل عارفة بعد سيناريو الاجتياح المحتمل هتقدم على إيه، ولا حماس قادرة توصل إنه ما إيه مستقبل قطاع غزة بعد الاجتياح البري. فارتكنوا على مين؟ ارتكنوا على مصر. مصر هي اللي قادرة يعني تحدد مستقبل هذه المنطقة أو هذا المشهد، فيقدروا أن هم يساوموا من خلال مصر خد اتنين أسرى في مقابل الحصول على بعض المساعدات والوقود. وأنا في تقديري وحتى الإعلام الإسرائيلي بيلمح لده أن هيبقى في صفقات محتملة بهذا الشكل في قادم الأيام برضو تحت وساطة مصر. طيب يعني هل تعتقد أن نجاح الجهود المصرية في هذه الحالة قد يفتح الباب أمام دور أكبر لمصر في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية؟ ده بدون شك. هي الأزمة دلوقتي فين؟ الأزمة في التكتيكات المصرية اللي في الظرف الراهن. يعني الاستراتيجيات المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية جاهزة وحاضرة وشاملة ومفصلة كمان بالمناسبة. مصر عارفة هتقعد مع الطرف الإسرائيلي هتقدم له إيه، والطرف الفلسطيني الممثل في السلطة هتقدم له إيه، اللي هو أنا هنا بتكلم في إطار حل الدولتين والتسوية السياسية للقضية الفلسطينية. لكن هي الأزمة كلها دلوقتي في التكتيكات المصرية لضبط الأزمة وسبل الخروج منها، لأن التكتيكات دي داخل فيها أبعاد سياسية وأبعاد أمنية وأبعاد شعبوية جوفاء زي اللي بيتبناها بعض الأطراف في الصراع. يعني مثلا إسرائيل عايز مصممة على دخول واجتياح قطاع غزة، وده سيناريو مرجح جدا للأسف، ولازم الرأي العام المصري يتأهب له، يعني بأنه خلاص إحنا قدام اجتياح بري
هيحصل، فمصر بتحاول توقفه بأي شكل من الأشكال، ولازم الرأي العام المصري كله يبقى يعني مصطف ورا القيادة السياسية علشان الموضوع دوت نشوف القيادة السياسية ممكن تتصرف فيه ازاي. الخلاصة هنا هوت ايه؟ انه في مثلا اسرائيل عايزة تجتاح غزة، نتنياهو هو اللي مصمم على ده لترميم قاعدته الشعبية، فإذا هناك هدف سياسي وراء الاجتياح، في هدف عسكري، ان انا ما ينفعش كاسرائيل ابين صورتي قدام المنطقه الاقليميه ان انا طرف ضعيف، اي فصيل في المنطقه يقدر يهددني، فبرضه هو عايز ياخد هذه. طبعا مصر بتتلقف هذه الاعتبارات البسيطه او الاعتبارات الجوفاء دي في محاوله منها لعقد مساومات، عقد وساطات، عقد مبادرات، سواء مع حماس او مع اسرائيل. وعشان كده بقول لحضرتك برضو هيبقى فيه جهود دبلوماسيه لعقد قمم، وهيبقى فيه طبعا الجهود الانسانيه والتنمويه المتعلقه بالمساعدات لسه مكمله معانا فتره طويله جدا. نعم، وكان ايضا يعني لنجاح مصر في ادخال المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، وان كان ياتي في اطار حرص مصر الدائم على مراعاه البعد الانساني للقضيه الفلسطينيه، إلا أن الحرص المصري في المقام الأول هو الحفاظ على الطابع القومي للقضية الفلسطينية تمهيدا لحل الدولتين، وليس قصر القضية فقط على كونها قضية إنسانية. كيف ترى جهود وخطوات السعي المصرية دائم نحو التحقيق النجاح في هذا المسار أيضا؟ مسار القضية الفلسطينية تقصيد رغدة؟ نعم. طيب تسمحي لي بمساحة أخرى أستاذ شادي في هذه الجزئية، هل في هذا التوقيت نمتلك رفاهية الحديث عن أفق حل سياسي ممتد يعالج ما يدور، أم أننا نحتاج إلى التدقيق في، أنت أشرت في معرض حديثك إلى ما أسميته التكتيكات المرتبطة بإدارة هذا الصراع، أيهما أفضل اتصالا بهذا المشهد، الحديث عن الاستراتيجيات الكبرى التي قد تأتي بعد نهاية هذه المعارك وانتهاء الجهود وإيجاد مسار سياسي، أم الحديث عن المحاولات التي تعمل في الظلام في الظل وتخرج بمثل هذه النتائج التي قد يبنى عليها في مراحل قادمة، أيهما أدق في وصف هذه الصورة؟ سؤال في غاية الأهمية، وهو ده بقى الموقف المصري. يعني حضرتك دلوقتي المشار إليه في السؤال هو أيهما أولى أو أيهما أقدر بالتقديم، التكتيكات ولا الاستراتيجيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟ الاثنين مع بعض يا فندم، وهو ده الهدف كان من قمة القاهرة للسلام، انه في اتجاهات اسرائيليه وفي اتجاهات عفويه بتظهر كده هوت لوحدها، الله اعلم بقى، هنفترض حسن النيه ان هي غير متعمده، يعني قصر القضيه الفلسطينيه على المربع الانساني، ان المساعدات هي الحل، القضيه الفلسطينيه هتتحل ان شاء الله يا جماعه في ادخال المساعدات والقوافل. عشان كده كنت في كل امر او في كل مداخله أركز على نقطة أنه يا جماعة الخير المساعدات مش هدف إنساني فقط، لا ده تكتيك سياسي برضو، هو ده اللي بيفسر ليه الراهنتين الإسرائيليتين خرجوا وليه المساعدات هتدخل قطاع غزة، لأنه هو تكتيك سياسي. طب أنا أرغب هنا في التوضيح أستاذ شادي، أو في محاولة صبر أغوار هذه النقطة على وجه التحديد، لأنها تمثل أهمية كبرى، في ابتداء بالرفض المصري، الرفض المصري بخروج أحد من غزة قبل دخول المساعدات. كيف نجحت مصر أن تواجه هذه النقطة على وجه التحديد بهذه القوة دون خوف من العواقب؟ وكان المشهد الذي علينا أن نثبته في إطار هذه المتابعة أن العائق أن مصر توافق ولكن إسرائيل استبقت الضغوط والمواجهات المصرية في هذا الملف بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى تعيق أي محاولات لدخول هذه المساعدات، على ما يبدو أنها قرأت أن الجهود المصرية قد تنجح وبالتبعية استبقتها بهذا الأمر. بالضبط. هذه الجزئية على وجه التحديد فيما يتعلق بأزمة معبر رفح، لأنه لا يبنو أنه فقط هذا البنيان وهذا الممر الذي يدخل منه المساعدات كما تفضلت وأشرت، كيف أستطيع أن أقرأ بهدوء بعيدا عن انفعال العاطفة ما قد يدور مستقبلا فيما يتعلق بالجهود ومحاولة استقطاب الجهود ومحاولة نسب الجهود أو محاولة الركوب على هذه الفكرة مستقبلا
في إيجاد صيغة حل قد تخرج برة إطار دبلوماسي ولكن ضمن مصالح ضيقة قصيرة النظر لا تفهم العمق الذي تتعامل به مصر مع هذه القضية. بالضبط كده، يعني هو ده في عمق وفي فلسفة مصر بتحاول تقدمها في الأزمة الأخيرة دي بالتحديد، لأن هي أزمة غير مسبوقة شملت ظواهر غير مسبوقة، وبالتالي حتى إدارة مصر للأزمة هي إدارة غير مسبوقة. بدأت حتى بالعاصمة الإدارية، وهنا لازم نشير ونلفت النظر إلى دور العاصمة الإدارية في إدارة الأزمة اللي بدأ بتدشين غرفة أزمات يوم 7 أكتوبر، انتهت بقمة القاهرة الإسلامية. هنا الفكرة كلها يا أستاذنا إنه أول نقطة مصر كانت حريصة عليها إنه المساعدات اللي هتقدم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا تمر إلا من خلال معبر، علشان يبقى فيه زخم سياسي وإنساني وراء معبر رفح تقدر مصر من خلاله تبقى بتضبط تدفق هذه التكتيكات السياسية اللي في شكل، لو جاز التعبير، في شكل قوافل إنسانية. لكن هي الحقيقة عمق القافلة الإنسانية كان أهم بكثير جدا من المعنى الحرفي ليها، هو كان تكتيك سياسي، مش حابب أكرر كلامي بس تأكيدا على المعنى. الأمر الثاني، الاصطفاف الشعبي اللي كان وراء معبر رفح، كان فيه مرابطون حتى الإغاثة بيمثلوا قطاع مهم جدا في المجتمع المصري وبوصلة الرأي العام العربي، انه الحاجات المساعدات دي لازم تدخل للشعب ده لسكان قطاع غزة. وبالتالي برضو ده انعكس على الرأي العام الدولي انه لا، في هنا حاجة بتحصل في مصر، في تقدير موقف سليم الى حق، في تقدير موقف الى حد ما موجود في القاهرة محتاجين نسمعه. فورا مصر حضرت القمة، ده في مساعدات لازم تدخل، لوقف اطلاق النار لازم نوصل له، حل الدولتين لازم يتحضر له من دلوقتي في اطار الاستراتيجيه، منعا من تحول القضيه الفلسطينيه الى قضيه انسانيه فقط يعني. وهذا ما نجحت فيها القمه ايضا، يعني قمه القاهره للسلام كيف تراها قد مثلت نوعا من الضغط على المجتمع الدولي ليضع في اولوياته إنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع الفلسطينيين؟ كان من ضمن أهداف القمة إن هو مثل حجر مصر رمته في المياه المتحيزة للرواية الإسرائيلية. كان في مجتمع غربي متحيز بشكل مطلق للرواية الإسرائيلية، فمصر ألقت فيه حجر لحلحلته، وده مصر نجحت فيه بالمناسبة. يعني دلوقتي الإعلام الغربي، الإعلام الأوروبي والإعلام الأمريكي اللي هو بين قوسين الغربي بشكل عام، بقى في تقارير دلوقتي بيكتبها نخبة أوروبية وأمريكية إنه إحنا فقدنا البوصلة الأخلاقية بسبب تحيزنا لإسرائيل. لا، إحنا بعد تبنينا للموقف الإسرائيلي لفظنا كل ما كان يتعلق مثلا بالحرب الروسية الأوكرانية وحق شعب الأوكراني في تقريمه، يعني كل الأمور دي بغض النظر. فمصر كانت من ضمن أهداف التكتيكية برضو لقمة القاهرة للسلام هو حلحلة الموقف الغربي وتقديم الرواية بمفاهيمها الحقيقية لطبيعة ما يحدث في قطاع غزة، إنه مش دفاع عن النفس، لا، دي جريمة حرب بتكتكل والمساعدات لازم تدخل، وإلا يبقى في 2.5 مليون بني آدم بيتعرضوا للانتحار القسري مش للتهجير القسري بقى. فهنا المسألة الرأي العام المصري مدرك إن قمة القاهرة للسلام لازم تنجح في نفس اليوم أو تاني يوم، لا، هو القاهرة السياسية بتحاول توصله لينا وللرأي العام العربي وللرأي العام الدولي إن دي أزمة محتاجة حل طويل عن طريق تقديم مبادرات مستمرة من ضمنها القمم ومن ضمنها المساعدات ومن ضمنها التشاور من ضمنها صفقات جزئية زي تبادل أسرى أو هدنة أو وقف إطلاق نار. سنتابع هذا الأمر لأنه يحتاج إلى ما سيبنى عليه مستقبلا، تحديدا هذا المشهد بهذه النقطة التي وصل إليها عند معبر رفح البري. شكر لك، شكرا جزيلا السيد شادي محسن، وأنت الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على ما تفضلت بإضافته معنا على وقع هذه الصور.